باقي الله غير الصراحة الله عظيم. إوا بسم الله. واحد جوج ثلاثة. بارك الله بارك الله الله يبارك. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف. ومرحبا بكم عدل. اليوم انا جيت نشارك معكم الغرايف الحصاله ولا الحصاله من اللغه العربيه، ياك الغرايف بالدارجه. مرحبا بكم، كيف وعدتكم هذاك النهار قلت لكم راه النهار اللي غادي نبغي نحلو، خلي لي في التعاليق والكومونتير ونشاركوا معاكم. وكنشكر الناس اللي متابعينا وراه كتبوا لي في التعاليق، ودابا انا باقا على الكلمه. شحال حنا كنجمعوا فيه؟ من شهر 12 2019، دابا عدوا عام وثلاثة اشهر، دابا شهر 3 عام وثلاثة اشهر. خديجة تحية المشاهدين. خديجة تحية لكم المشاهدين وشكرا لكم بزاف، كتبتوا لها في الكومنتير دوكا لي حره باش تشارك معاكم. ايه اخي زينه هي بغات راه كتبدا معاكم من الاول حتى الاخر اللي كانت تشارك معاكم. ما نخبي على المشاهدين حتى حاجه، والو اللي كانت مشاركه معاهم كبيره ولا صغيره كيف ما كانت. ودابا هذاك الحصه شحال يكون فيها الدريات؟ شحال يكون فيها زينب؟ حط تقريبا 1500 درهم حتى 2000 درهم. مانا شحال يكون فيها؟ 2000 درهم وتحت. خديجة شحال تكون فيها؟ واه اختي شغنقول لك انا انا بروحي ما عرفتش شحال تا والله القاسم. يعني من الوزن ديالها شحال تبان لك تقدر تكون هازه؟ اكيد الزوا تقول لنا شحال، عرفتها حتى الوراقي ماشي غير الصف. قول لها حدا شي 100000 ريال. تبارك الله راه مزيانة خديجة عينها كبيرة. ويا خديجة الله منين جاتنا 100000؟ ولا بس ملي ما قالش لكم شي مليون راه تصحني انا كون خلات عمرها تهزها كي قالت لك خرجت تستجوج المليون وقصر. غير حنايا كنا باغا نخلوها تتعمر، ولكن ملي احتاجينا بها راه رجعنا لها غنحلوها. دابا تكون انا قلت ما بين 3000 درهم حتى 4000 درهم، ما بين 60000 ريال حتى 80000 ريال ان شاء الله. كنتمناو تبارك الله خير بصراحه الله عظيم. ايوا بسم الله. واحد جوج ثلاثة. وفي الحقيقة الغرارف باقي جديد ما سخاش عليا على بهاد الطريقة هادي والله العظيم. حنا كنشوف الناس اللي كيكونوا لامين بحال هكا الحصالة ديال الفلوس كيخلوها نهار كيجيو كيبقاو صداعش بحال هكا. خديجة ما عندناش راه كاين واحد اللعيبة كنحلو بها سير معلبات كنعرفش شحال من هاديك اللعيبة نعوض كثر من اللعيبة اللي كتبت. هذا كنحسب الفلوس خديجة الوراقة الفوق بالنسبة لي الوراقة كاينة الفوق. لا لا حسيت يعني مركزة خارجة خارجة شي مركزة العيشة خارجة كتشوفها كنشوفها بالجن ديال العين كتشوفها. صح شاطر راه غنضحك المشاهدين. وا خديجة القضية فيها الفلوس. ايوا دابا المشاهدين غادي نخويوها بسم الله. واحد جوج ثلاثة. بارك الله بارك الله الله يبارك فيك. مالها مشات تلقى في الصرف تشد. ها انتم المشاهدين قرب الكاميرا لنا. ها انتم المشاهدين انت حاجه مخبوه عليكم، حنا كنا نعاون نقضيو بها واحد غرض اخر، ولكن كتابت لنا ملي تزيرنا مع الطوموبيل داكشي باقي خاصنا الفلوس، احنا رجعنا الحصاله حليناها. ايوا المشاهدين هذا هو المبلغ اللي لقينا تبارك الله. هذا الرزيق ها هو هو خديجة انا غتخلو لك الوريقات وانت غتحس بهاد الصرف هذا 10 دراهم وهذا وقمانة غتحس بالدراهم و 5 دراهم وخليهم لك تي. انا نحسب 5 دراهم فهي منال. سلام منال. السلام عليكم مشاهدين. بسم الله عاونينا خديجة في الوراقات بسم الله.
يلا منال لا. دير 10 دراهم ومن الاول تبدا ب 10 دراهم يلا سوقتونا نعرف شحال كان بالضبط حنا خرج ان شاء الله يكون شي مبلغ مناسب يا والله يعاونكم امين امين يا ربي الجدريات فيها قربتي ياك مية درهم واحدة خارجة تما شكون في خارجة هاد بحال كالغرامة الغرامة ديالها كتكوني في الشعر في العربية وكيديرو الغرامة وكيجيبو العيلة من كيسالي العرس دابا حنا الطبق عكسر أنا كيسالو كيدسني ورا الطبق اللي تحطو فيه الغرامة صافي كاملين هادوك ميتين درهم كتنسي ب 400 واد جداد باش كتبقى نصحبو غيبقى واحد المده طويله هما باقيين خديجه سمعتي واحد المده طويله باش ما يمشوش الفلوس والله الا كتنسيب الفلوس كنسيبهم جداد دابا هاد ال 20 درهم غتكون نصيبات كزينه علاش كتسيبيه انا كنسيب جداد عرفتي علاش كتسحب هاد الغرف غنبقى واحد المده طويله عاد غادي نحلو هو فلوس فلوس حرق ديما بحال جدي هادي 8000 ريال ها هي بسم الله حنا هنا 8000 بسم الله مش بكل 10 درهم بحدا ها خديجة الطريقة اللي كتحسب بها مزيانة يا هنا انت شنو كتحسبي انا كندير فيها شفتكم وصلتوا على الفلوس وما بقيتوش كدويو وصلتوا على الفلوس وسكتوا كيدوخ شويه خمسة دراهم مالنا هاديك عشرين درهم ألف درهم يلا ألف درهم عشرين وثمان ألف هي 28 انا نحاول نحسب كل 10 دراهم حسبتها زين حسنا تخدم خلطان شو بكرة نعم كتخلطك شحال قلنا هنايا قلنا ألف درهم تنالة 28 ها 30 يعني 1500 درهم 30000 100 درهم ما كنت كنسيب الفلوس جداد صحابه شاطه واحد المده طويله شتيهم
هادي الزيت من هناك. عاودي تأكدي. زيت هذا الزيت من هنا. واحد جوج. رجعو نتأكدو من حساب المشاهدين. قلبي طاح شي حاجة. علاه كنقولك. بسم الله الرحمن الرحيم. إوا. هذا كل 100 درهم وحدها. أها كل 100 درهم. انا غير حسبت 10000 وحده. يا المشاهدين احنا حسبنا هاد البركه لقينا فيها 41000 ريال و10 دراهم، يعني 2060 درهم. 2060 درهم. تبارك الله. الله والله يجعل البركه. حنا ما كناش كاع ناويين نحلو دابا البركه، داكشي اللي قسم ما خليناش عمرها تقدر يهز مليون. حيت حنا ما كناش باغيين نحلوها دابا، ولكن حتى حنا جنا بها. ايوا الحمد لله، اللهم لك الحمد. وخديجه سخفناك بالحساب تاع الدراهم اليوم، ودرت حسابي تعاوني عقوبه. هو اللي فين نحسبوك وخديجه. قولي لها الا الفلوس راه ما كيسخفوش. وي كلشي تعيا من اللو الا الفلوس. انت كانت تبقى تحسب قدام تولي تعاود مسكينه. تعيا بنادم وقول اللهم على الصحيح. هذاك الشيء اللي كاين. اللهم لك الحمد. كلشي كاين. حنا شدينا كثار من هادشي اللي داز غير هاد شويه تهم في يدينا شحال. ايوا الحمد لله. ايوا المشاهدين راه المهم حنا بقينا على الكلمه كيف وعدناكم. قلنا لكم راه ملي ان شاء الله غادي نحلو وريتكم في ذاك الفيديو اللي كنت هضرت عليه على الحصاله. قلت لكم ان شاء الله نهار غنحلها راه غنشاركها معاكم. ولقيت بزاف الناس كاتبين لي شاركي معنا هذيك الحصاله. دابا غنقسمو كل واحد غير ياخد حقه. قسمو ما منال انت حقك هو طالع لك دابا. شريف حنا شحال 10 دراهم. 10 دراهم. يلا هاك الكرا ديالك. إذا خاصني نتا في الصندوقة ديالك. بالصحة والراحة منال. صحتك أنا النورة. دابا داك هو الحق ديالك صافي. والله يجعل البركة. قول الله يحفظك. حياتك مسكينة الله يجعل البركة. إيوا وخديجة شنو غديري معاها؟ أه؟ خديجة شنو غديري؟ هذيك وانت تاخذو. لا أختي على الصحة والراحة. الله خديجة مسكينة. صحه لولا خديجه كما كنزعم التاجر معقب على داكشي اللي غير هاد اللي قلت لك تقسمي معاها. تقسمي معاها تقسمي معاها خديجه عارفاني والله العظيم انت بنت الخير. والله العظيم كما كنا زعما يعني محتاجين ليهم والله تقسمي مع خديجه قسما بالله. صحتك خديجه. حنا اصلا حنا هاد الفلوس غير كنا كنخدمو في بلاد ثلاثه ايام خدمو واحد الغرض وما كنتش كاع ناوي نحلوها. دابا راه عام وثلاثه اشهر يعني كنخلينا عام اخر. عام تبارك الله غتوصل تقرا من 100000 ولا مليون ولا اكثر. لا تجمعي فيها تاع مليون اللي بغيتي تجمعي. ودابا خديت الدراهم وعطا خليتها. قالت لك هي خدات كرشة صغيرة بحال بنت امها والله العظيم. شوف شكون قسماتها معاك. واش سمعتي شنو قالت؟ قالت لك انا خديت الدراهم وعطيت لخديجه ربعه. شنو خديجه شحال لك ربعوات؟ ما تحضرهمش هذو تما تبارك الله فيهم الخير والبركه. كل شحال هذا خديجه؟ كل اللي جمعنا ربعوات درهم 20 ريال كنا شي حاجه كنفرحوا بها. 60 ريال يلاه تبارك الله. 160 ريال. عاود عاود الحساب. 160 عاد شوف معايا الحساب. ربعوات شحال قعدتي؟ وقال خديجة عندك أكثر منك. إيش خديجة عندك أكثر منك. هي اللي بغاها تاخذ. تحاول قلت لها هاكي خديجة على ربعوات قلت لها ربعوات. لا 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 ل
ولات فيا بغات تدور معايا المشاهدين، قلت ولات فيا بغات تعطيني فلوس تدور معايا شحال ان شاء الله تقراي وتسهل عليك الله. ملي كنت باقا صغيره كنجي عند ماما كنقولها تصرف لي الدرهم باش يوليو عندي بزاف. عطيتها 5 درهم كتلوح عليا والله، كانت باقا صغيره عطيتها 5 درهم كتلوح عليا، كتبقى لوت نعطيها الصرف ولا بغات بزاف، هذا غير وحده لا بغات، كنت نتحسب فيهم بغات بزاف من هادو، وكنت كنعطيها نجمع لها الربعاوات والعشراوات باش تبان عندها فلوس كثير وكتبقى تحسب فيهم. دابا العكس، دابا عطيتها بحال هكا ترجعهم عليا ولا عارفه دابا الفلوس صح، هذا من كبرت ولا كتعرف ولا باغا عيني زرقت عليا صح اللي قلنا غرام وهي مع خديجه قالت عليا. دابا كتشجعي المشاهدين باش يديروا هاد الحصاله؟ والله العظيم المشاهدين غير جربوا اخوتي اخواتاتي لا شغليش صايب هذه ديال الغراف، ولكن ملي كتحبسي ما كتعقليش على لا بحال هكا ملي تجو من القضيه كيبقى واحد الصريف ديروا شغاله تجمعوا فيه تكونوا خارجين السفر مهم ما تبقاش صايب سيبوا فيها واحد النهار غادي يجي غتحسوا عليه وغيدفعكم بحال هنا. دابا دابا كتساني شي فلوس باقا كتساني، المهم الحمد لله انا لقيت هاد هاد 2060 درهم ياك 2060 درهم 40000 ريال 41000 و10 دراهم 41000 ريال و10 دراهم، احنا الحمد لله. المهم هي بعدا غات ها هو دابا زوينه تمشي تقدي تمشي للسوق تجيبيها واحد 10 دراهم شايطه في البسطام تلوحي هادشي اللي وتنسيها وتنسيها كتوفري ديك حسبي بحال 10 درهم ولا 10 درهم ولا 5 درهم بحال صرفتيها نسيها سيبات ما دارش بحال هكا راه ما يجمعش. ايوا المشاهدين هادشي هو اللي كاين، حنا مخبينا عليكم في حاجه مع خدكم الدوكريات تبارك الله شحال شحال كتبان كثيره تبارك الله. وقال اول مره في حياتي غيكون عندي هاد حركتوه هاد هاد الدراهم خديجه قالت كتكون فيها 5000 درهم ولكن انا داكشي اللي قلت كما هو الواجب بدوك الدراهم والشقات على الشرطه. انا اول مره كنت عندها ربعاوات بزاف هاكي بان تبارك الله كثير انا كنزعف تقيل هك، ولكن الحمد لله يجعل البركه الله يجعل البركة 10000 لا قلت الله يجعل البركة. إوا المشاهدين نتمنوا الفيديو يكون يعجبكم، نتمنى الفيديو يكون يعجبكم ويكون خفيف على على قلوبكم، وشكرا لكم المتتبعين ديالي شكرا لكم لايك 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 لايك. وشكرا لكم المغاربة كاملين داخل الوطن وخارج الوطن وفي المغرب من طنجة حتى للقويرة، مرحبا بكم عندي عاد خدكم دوكالية، حنا كلنا خاوة خاوة ما كاين عداوة. ايوا هادشي هو اللي كاين وماسخناش بكم المشاهدين، وتسناو الجديد حبيبي وتسناو الجديد راه ان شاء الله يوميا نلوح لكم الجديد، ومرحبا بكم عدد ولايك لايك 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 المشاهدين. السلام عليكم. سلامة سلام عليكم المشاهدين.